كثير منكم يسألنا عن حجرتي، هذه حجرتي مثل ما تشوفون صغيرة وحلوة، ايش رايكم فيها؟ من حجرتي في الطابق الارضي مثل ما تشوفون، وهذه الاطلالة، عندي ثلاث درايش في الحجرة. الباب هو خزانة، وهذا الباب هو باب الطلع على الصالة، وبعضها عندها خزانة، عندي هني الجيتار وهمش الصلاة، وهني مكان ما ادرس، وهذه شنطة المدرسة، وبس هذا كل شيء في الحجرة، سرير، وش رايكم؟ بس هذه حجرتي. ما تشوفون طبعا شباب، احنا حاليا فصل الخريف، مثل ما تشوفون نطالع فوق اشجار، تذكروني يا مكان كان اخضر وكنت اشتغل فيه، صورت لكم كذا فلوق، شوفوا هذه الشجرة شباب شوفوها. صورت لكم بعض الصور قبل اسبوع، هذه الاشجار يعني الاشجار كانت برا الشارع، شلون اقول لكم الوان قوس قزح، يعني شيء جدا رهيب يا شباب. ما تشوفون اوراق الشجر متناثره في كل مكان، وترى الجو يا شباب الحين اليوم الجو جيد بحراره تقريبا 13 سيليزيه، بس امس الجو كان بالسالب، يعني حاليا مزاري شباب ولايه ما فيها جو ثابت، يوم بارد يوم حار يوم حلو ما تدري، غريب. طبعا هذا اسمه كرسون شباب، طبعا احنا في مطعم اسمه تشيدرز مثل ما تشوفون، شيء جدا لذيذ صراحة، واجد لذيذ. دان في دقيقة واحدة يا شباب طارت. الان شباب اذا تطلب من هذا المطعم يعطونك هذا الجهاز من خلال تقدر تدفع، وايضا في العاب، واذا تبي تشتري الالعاب هذه او تبي تلعبها لازم تدفع. والله بزنس حلو صراحة. هذا الشيز فراز يا شباب مثل ما تشوفون. طبعا هاي احنا شباب في بيست باي مرة ثانية، مثل ما تشوفون هذا هو الماك بوك ال 14 انش الجديد مثل ما تشوفون، بالنوتش هذا هو مثل ما تشوفونه، وهذا شكله من ورا، وصراحة الشاشة جدا ضعيفة مثل ما تشوفون، الشاشة تدعم 120 هرتز ويدعم الماك سيف مثل ما تشوفون، وفي بعض هذه المنافذ مثل ما تشوفونها اللي ضافوها من جديد، وهذا هو لوحة المفاتيح الجديد مثل ما تشوفون. قيمته فوق ال 2000 دولار، وش رايكم فيه؟ اعطوا رايكم في التعليقات، انا صراحة ما اشوف انه مناسب لي. كنت بشتري بس ما اشوف انه مناسب. نسوي لكم الحين انبوكسنج للامازون ايكو شو 8. ليتس جو شباب، انبوكسنج صاروخ. شوف ها. كذي شوف الجهاز. طبعا هذا اليكسا بس ومش شاشة مثل ما تشوفون شباب، فخام والله، ثقيل مو خفيف مثل ما تشوفون شباب. هذا هو الجهاز، الحين نشوف بعد محتويات العلبة، المحاول نفسه مال التشغيل، كتب تعليمات صغير، الحين طبعا شباب يسأل الجهاز سيت اب، اخذنا طبعا ليه بعد شباب ستاند، فيلا خلنا نسوي البوكسينج. اوكي طبعا شباب عندنا بس هذا الشيء ونفتحه، شباب ركبنا مثل ما تشوفون، الحين راح نشغله، ليتس جو. اشتغل الجهاز مثل ما تشوفون شباب، والحين بنسوي السيت اب. اي شباب مثل ما تشوفون خلصنا منها. الصراحة شباب جدا ممتازة، شكلي باخذ لي واحدة، خصوصا بازين من نص السعر مسوي عليها عرض. ليش؟ لان البلاك فرايداي، فاحس ان هي بيج ديل، فان شاء الله خير، مو اكيد بس ان شاء الله خير. اخذت لي هذا البروتكشن بعد حق ساعة الابل واتش، مسوين على تخفيض نص السعر، اخذته. زي ما تشوفون الباص وصل الحين يا شباب، والحرارة سالب واحد، بنروح المدرسة. ليتس جو. عندكم شباب هذه الشجرة بعد داخل البيت مثل ما تشوفون، هذي بعد طبعا يا شباب هذا الديكوريشن الكريسماس مال بيتنا مثل ما تشوفون، براكم اياه من كذا زاوية. هذا هو سايد ووك مثل ما تشوفون، شلون رهيب يا شباب، هذي كلها إنارة الكريسماس. طبعا يا شباب وصلنا لهالمكان الجميل، مثل ما تشوفون هناك في ساين، وهذا الساين مكتوب فيها رقم راديو، فاحنا حاطين رقم راديو في السيارة، وهناك في ميوزك سينك او شيء كذي، فان شاء الله بنروح نشوفه.
شوفوا يا شباب والله رهيب. شباب ويا الموسيقى. بس يبينا نسوي له مساج شباب. وصلنا لنهاية الفلوج، اتمنى منكم تروحون تتابعون على الانستغرام مالي والتيك توك، انزل ستوريات واجد عندي هناك هايلايت في الحساب، روحوا تابعوني عليه. وان شاء الله راح احاول اني انزل فلوجات بشكل اكبر في القناة وما اهملها، بس انتم اكتبوا لي وش تبون من محتوى اقدم وان شاء الله ما راح اقصر وياكم. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة، وبس يا شباب، peace out.